طفلة تائهة. كانت الساعة تقترب من الواحدة ظهراً ذاك الأحد الثامن من مايو من العام 2005، يوم ربيعي بامتياز. النسيم الآتي من الحقول يحمل من روائح الأزهار والأعشاب المختلفة. في تلك الساعة من النهار يبدأ عدد المتسوقين في التراجع. في باب السوق حافلات وسيارات أجرة من الصنف الكبير، وغير بعيد دواب ربطت إلى كل ما يمكن أن تربط إليه تنتظر أن يعود أصحابها من السوق. الجناح الذي يزداد زواره في تلك الساعة من النهار هو جناح الخيام المطاعم، حيث تشوى اللحوم بأنواعها المختلفة، وحيث الشاي بالنعناع. في سوق أحد الغربية إلى الجنوب من طنجة بنحو 30 كيلومترا، كما في كل الأسواق الأسبوعية بالبوادي، لا صوت يعلو فوق أبواق باعة الأعشاب الطبية، حتى حين يشرح البائع لأحد زبائنه كيفية استعمال الخلطات التي يبيعها يسمع كل المتسوقين. وحين يكون مضطرا للتطرق إلى أشياء تعد في العرف مخلة بالحياء، فإن بائع الأعشاب يحرص على أن يقدم بالقول لا حياء في الدين، بعدها لا يجد حرجا في أن يشرح بالتفصيل الممل. ثم توقف الصوت المبحوح الآتي من مكبر الصوت الذي علق على قضيب من حديد لا شيء يفوقه ارتفاعا. لم يدم الصمت طويلا، فقد عاد الصوت مهللا، هلل مرتين. يعلم المتسوقون أن الرجل سيعلن عن شيء ما عدا الحديث عن بضاعته، ثم قال: معنا طفلة تائهة، معنا طفلة تاهت عن والدتها. في كلامه ما يستنفر الفضول، كثيرون أسرعوا الخطى نحو حلقته، ثم سمع يقول مخاطبا تلك الطفلة: تقدمي يا ابنتي، لا تخافي، ما اسمك؟ لم يأتي أي جواب عبر البوق. ثم عاد صوت بائع الأعشاب: لا 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 تبكي، سوف نعثر على أمك. عم الصمت بضع ثوان، ثم عاد صوته يحوقل: معنا طفلة تائهة، كم عمرك يا ابنتي؟ أخيرا نطقت، صوتها الصغير يقول: 4 سنوات. ازداد عدد المتحلقين حول بائع الأعشاب التي تعالج الأمراض كلها. تاهمت الجمع موجة من دخان الشواء أتت من خيمة قريبة. ما اسمك؟ كرر الصوت المبحوح. قالت الطفلة: اسمي شيماء. لم تكن الحالة الأولى التي صادفها بائع الأعشاب الطبية في تجوله عبر الأسواق الأسبوعية. كثيرا ما كان يظهر أحد من أبوي الطفل المفقود أو أحد أقاربه فيتسلمه. في الحالات القليلة التي لم يظهر فيها من يسأل، يسلم الطفل إلى المسجد الأقرب إلى السوق فينتهي الأمر. مرت ساعة بعد أن بث عبر مكبر الصوت نداءاته إلى من قد يكون تاهت عنهم الطفلة. لما كان يجمع بضاعته استعدادا للرحيل، ولم يعد من حوله سوى عدد قليل من الناس أغلبهم أطفال وصبية، سأل شيماء: مع من جئت إلى السوق؟ مع حميدة، قالت. نظرتها توحي له بأنها جائعة، لعلها لم تذق طعاما منذ عدة ساعات الآن. ثم عاد ليسألها وهو يجمع أغراضه: هل هي أمك؟ تقول لي نادني ماما حميدة. وأين تسكنون يا شيماء؟ لم ترد، لعلها لا تعرف. ثم نطقت من جديد: أنا جائعة، سأشتري لك حالا ما تأكلينه. في الثالثة لم يعد في السوق زبناء كثيرون، انهمك الباعة في جمع معداتهم. وصل بائع الأعشاب إلى الخيمة المطعم وهو يمسك بيد الطفلة. كان المعلم أحمد يراقب مساعديه وهم يجمعون الكراسي والطاولات. لحم قليل ما زال معلقا إلى السارية التي تتوسط الخيمة. لم يفاجأ المعلم أحمد، بائع الأعشاب وتجار آخرون يكونون في الغالب آخر زبائنه. نظر إلى الطفلة وقبل أن يسأله بادره بأنها تائهة وهي جائعة. حركت الطفلة رأسها مؤكدة ما قاله. لما أكل أمسك بيدها ومضى بها إلى المسجد، ولكن القائم عليه رفض أن يتسلم منه الطفلة.
قال له إن عليه أن يسلمها للدرك. لم ينتظر ومضى مباشرة إلى مقر القيادة. حكى كيف أن أحدهم جاء بالطفلة بينما كان في السوق وأبلغه بأنها تائهة ورجاه أن يوجه نداء عسى أن تكون أمها وأبوها يبحثان عنها في السوق. قال إن الذي جاء بها ما لبث أن اختفى وسط الزحام. سأل الموظف الطفل عن ذلك الرجل فقالت كان معنا بابا ستوف. لم يعرف بائع الأعشاب الطبية يقينا إن كان الذي جاء بها هو بابا ستوف. لم تجب الطفلة حين سئلت، وبدا بائع الأعشاب وكأنه اكتشف أنه في ورطة. تسلم منه الموظف بطاقة تعريفه الوطنية ومضى يدون في كناش المعلومات التي تخصه، ولما فرغ من ذلك أعاد إليه البطاقة وقدم له قلما وطلب منه أن يوقع. تردد، ولذلك فيما يبدو تدخل الموظف ليطمئنه بأن ما كتبه في الكناش ليس سوى محضر لتسلم الطفلة، وفيه ذكر لما قاله عن الظروف التي وصلت فيها إليه. أمسك بالقلم وحاول أن يقرأ ما هو مكتوب في تلك الصفحة. لم يتمكن من النفاذ إلى ما هو مكتوب. قرر أن يثق فيما قاله الموظف، وفي أسفل الصفحة بعد كل تلك السطور التي تقاربت وضع توقيعه. لم يكن توقيعا مقروءا، وإنما هو خطوط تشابكت ورسمت شكلا لا يوحي بأي شيء. حرص الموظف على جعله يبصم إلى جانب ذلك التوقيع، فعل بلا تردد ومضى. من درج مكتبه أخرج الموظف حلوى وقدمها للطفلة التي اقتعدت كرسيا مقابلا له. رجلاها لا تبلغان الأرض، لا تفتأ تحركهما. قولي لي يا شيماء، قال الموظف بصوت يشبه الهمس، أين هو منزلكم؟ نظرت إليه وهي تحرك رجليها بلا توقف، ثم قالت وقد حولت نظرها إلى باب المكتب، منزلنا بعيد. بعيد؟ نعم، ركبنا سيارة كبيرة مع ناس كثيرين. ضحكت وقالت كان بجانبنا طفل له لعبة جميلة ناولني إياها. مع من تسكنين؟ مع ماما حميدة. نزلت من الكرسي واقتربت حتى وضعت ذقنها على المكتب كأنها تريد أن تبوح له بشيء ما. لما انحنى الموظف ليكون أقرب إليها قالت هي ليست أمي، ولكنها تضربني إن لم أناديها ماما حميدة. ظلت واضعة ذقنها على المكتب وهي تنظر إلى الموظف. أخرج من درج مكتبه قطعة حلوى أخرى، نظر إليها وقال وهذه حلوى بمذاق الليمون. أمسكتها ورسمت على وجهها الصغير ابتسامة عريضة، ثم ما لبثت أن عادت إلى الكرسي. كانت تستمتع بالحلوى، رجلاها يتحركان بلا توقف. كان الموظف يفكر في تسليم الطفلة إلى الدرك الملكي لما سمع صوت منبه سيارة عند الباب. كانت سيارة الدرك. نهض من مكتبه ووقف في الباب. شمس العصر تعوق النظر. من السيارة نزل الأدجودان، جاء يسلم عليه. يتعارفان منذ عدة سنوات. قال الموظف لدي طفلة تاهت في السوق ولم يأتي أحد ليتسلمها. ألقى بنظرة إلى السيارة وبإشارة حي الدركي الجالس وراء المقود، ولمح في الخلف ظلي شخصين. ابتسم وقال للأدجودان خصومة أم سرقة؟ بل هي سرقة. أين هي الطفلة؟ في الداخل. تقدم الضابط ونظر إلى الفتاة الجالسة بهدوء على الكرسي، ابتسم لها تعالي. نزلت من الكرسي وتقدمت نحوه بخجل. قال لها الموظف إنهم سيوصلونك إلى عائلتك، وحتى يطمئنها مشى معها بضع خطوات إلى السيارة. فتح الضابط الباب، ولكن الطفلة تجمدت مكانها. قالت ما وتوقفت. في الداخل امرأة ورجل. لمح الضابط المرأة وكأنها تأمر الطفلة بالسكوت. هل هي ماما؟ لم تجب الطفلة، وبلا سبب ظاهر أجهشت بالبكاء. كان الموظف يقف خلف الدركي.
انحنى عليها وسألها همسا: هل هي ماما حميدة؟ نعم. طيب لا تخافي. أغلق الضابط باب السيارة. في تلك الأثناء أبلغه الموظف بما قالته الطفلة، أكد أنها كانت مع تلك المرأة التي تناديها ماما حميدة. أبلغه الدركي بأنها ضبطت وهي تحاول سرقة حافظة نقود من أحد المتسوقين، ولما تفطن وأمسك بها جاء ذلك الذي معها وشرع في الاعتداء على الرجل، قالت إنه زوجها. إذا تأكد ذلك، قال الموظف، فإنه سيكون ذلك الشخص الذي قالت شيماء إنها تناديه بابا سطوف. قبل أن تغيب الشمس كان الثلاثة قد نقلوا إلى مركز الدرك. عدا قضية السرقة التي أمسك فيها، سأل الباحثون مطولا الماما حميدة التي تبين أن اسمها الحقيقي هو عيشة القراص. كانت في مواجهة ما كشفت عنه الطفلة شيماء، لم تتمكن من إثبات أمومتها لها، حاولت عبثا أن تدعي أنها من أقاربها. في غرفة منفصلة تم الاستماع إلى بابا سطوف واسمه الكامل مصطفى عدود. كان أسرع منها إلى الاعتراف بأنه مع عيشة التي تزوجها قبل 6 أعوام يحترفان السرقة في الأسواق الأسبوعية. وعن الطفلة قال إنهما وجداها تائهة في أحد الأسواق الأسبوعية غير بعيد عن مكناس، لم يسلماها للسلطات واحتفظا بها، كان عمرها وقتئذ 2 عامان. وجهت باعترافاته ولم تجد عن الاعتراف بديلا، تم تقديمهما إلى النيابة العامة بملف فيه اعترافات واضحة لا تحتمل تأويلا. ولعدة أشهر تواصل البحث عن عائلة الطفلة شيماء، ثم بالعودة إلى البلاغات التي تضمنتها سجلات الشرطة والدرك في تلك المنطقة تم الوصول إلى والدي شيماء. قالت أمها إن بظهرها علامة لا يعرفها أحد سواها. لما كشف عنها ظهر ذلك الوحم على الجانب الأيمن في منتصف الظهر.